ابني انت شو بتشتغل بالحياه؟ بدي اطمن على بنتي المقوصه التاسه المهم الحبابه الى اخره. بتعرف قصه الزواج مو لعبه يعني. اي خالي انا دكتور. حلو كتير. وانت شو عندك؟ عندي سياره فيراري. ما شاء الله ما شاء الله. انت عندك بيت نظري؟ اي طبعا عندي بيت بلندن. يخزي العين عريس لقطه ما بتتفوت. بس اسالك ما مبين كل هالشي عليك يعني؟ مبين عليك اندبوري وعباب الله. كل هالشي متواضع؟ ماما خلص اذا فقير يعني انا بحبه بحبه يعني. انتي سدي له البوز. لا هو خليني افهمك يا خالي، انا عملت اختبار على الفيسبوك. كمل. طلع لي استحق ان اكون دكتور يعني مهنتي المستقبليه. بعدين عملت اختبار ثاني قالوا لي السياره المناسبه لشخصيتك هي فيراري. وبعدين عملت اختبار ثالث طلع لازم استحق انه اعيش بلندن. ابوس قلبك انا. طلع لبرا يا ابنك. طلع لبرا يبعث لك حتفه في نص خلقتك ان شاء الله. شوفي انت وفي شغله ثانيه مرت عمي عملت دبب ان شاء الله. ايه عملت فحص طلعت بشبه حسن الشافعي. صائت ليك بحمل اللي تسلقه بدنك. وانت ولك حيواني تهني مرة اذا هيك شكيلات بتدخلية على البيت تمك بدي اشرطه وافشله. العم تضربك ان شاء الله بالحب البطيخ غير ابن عمك نعناع ما بتتزوجي طالما ما حيتها. والا بغضب عليكي نبري عملي لي كاسة قهوة ضغطيه.